برضو يمكن الفترة اللي فاتت كان في توتر شوية في العلاقة مع النادي الأهلي، هل في سبل التواصل أو شكل يعني العلاقة ما بين الناديين بعد نجاح المجلس، حال نجاحه في الانتخابات؟ أنا تربطني علاقات طيبة جدا بجميع مجلس إدارة النادي الأهلي كلهم، يعني سواء زملاء ملعب أو زملاء في الحياة الاجتماعية. بالعكس جدا، إحنا ضد التعصب بجميع أنواعه. إحنا بنلعب في ملعب اسمه، في واحد هينتصر وواحد هينهزم، وبالتالي بعد المباراة بنطلع كلنا أصحاب وإخوات. فانا يعني من مبادئي في الحته دي بالذات كحسين حتى شخصيا، وانا متاكد ان جميع افراد القائمه زي حالاتي، اللي هو يا جماعه احنا بنلعب رياضه، مفيش اي داعي لاي مشاكل او اي حاجه. وبطالب برضو الجمهور، سواء الجمهور الزمالكاوي او الجمهور الاهلاوي، ان هم برضو يحافظوا على هذه العلاقات. احنا بنلعب رياضه، كفانا بقى الفترات السابقه دي اللي كانت مشاكل وقضاء، دي مش رياضه. يعني انتوا نص برنامجكم كنتوا ما بتتكلموش في الرياضه كرياضه. يعني انت النهارده تجيد التحليل وتجيد الدنيا بتاعت كره القدم، في احداث كتير جدا في الفتره السابقه كانت بتخليك حتى انت نفسك وانت بتتكلم مش هو ده الفيد بتاعك او مش ده اهتمامك، بتضطر تدخل اصل ده فلان هياخد فلان وفلان عمل ايه. يعني كانت يعني في غلطات بتحصل سواء من لاعبين او اداريين او مديرين فنيين او من اعضاء مجلس اداره او من الجماهير، برضو بنقدر نعديها. انا بشوف برضو بامانه ان الاعلام عليه دور كبير جدا في الحته دي، لابد ان الاعلام برضو يبقى اعلام محايد. حضرتك في كلامك برضو قلت ان احنا بنحاول، ان حضرتك بتحاول انك ما تشغلش بالك زي ما بيقولوا بالحاجات اللي بتزود من المشاكل ما بين الناديين، لكن برضه في نفس الوقت كان الماتش اللي فات كان في رساله من جماهير الاهلي يعني الكابتن حسين لبيب عن فكره التعاقد مع انه يقدر يجيب لعيبه من النادي الاهلي او ان هم يتعاقدوا مع لاعبين. لا انا من مبادئي يعني انا مش يعني مش بحاول حد يجرني للناحيه دي. انا دوري اسمه احافظ على نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، لاعبي نادي الزمالك، اعضاء الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك فقط. ماليش اي دور في الناحيه الاخرى دي. فيعني اسف هم يعني حقهم يقولوا اللي هم عايزينه، واحترم كلامهم جدا، ماليش دعوه بالكلام ده.